اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار في النقد الرياضي، وهنتكلم زي ما قلت لحضراتكم في موضوع هام جدا. هل الاعلام الرياضي يتعامل بانصاف مع النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ خلونا نسمع راي الحقيقه اساتذه في هذا المجال كلهم، يعني اللي بقاله 20 30، طبعا هم اصغر في السن طبعا، لكن بقالهم 20 و30 و40 سنه اشتغلوا في هذا المجال. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. اخبار حضرتك ايه؟ كله احنا بدانا يوم اتولدنا عشان من اقل من 40 يعني عشان ما تتعبناش. ازيك يا استاذ محمود؟ كابتن منور الدنيا، ربنا يخليك. ازيك يا استاذ اسامه؟ الله يكرمك كابتن. تاني مره في شهر اهو زي الفل. معانا انت سعيد طبعا. اولا سعيد ان انا في بيتي، في بيتي الكبير، مشرف ومنور، وفي وسط زمايلي واصدقائي المحترمين الاساتذه والنجوم طبعا، وفي الاول وفي الاخر قناة الأهلي هي بيتنا الكبير يعني. أستاذ عصام، كل سنة وأنت يا كابتن، ربنا يخليك يا رب، كل سنة تمام، ألف خير وسلامة، الحمد لله. أستاذ جمال، رأي حضرتك في كيفية تعامل، أنا ما بتكلمش على تلفزيون ولا راديو ولا جورنال ولا موقع، أنا بتكلم بشكل عام، كيف يتعامل أو هل يتعامل الإعلام الرياضي بالإنصاف اللي يجب أن يتم مع النادي الأهلي ولا لأ، من وجهة نظر واحد بقاله فترة 18. طويلة جدا، ردح من الزمان، فترة طويلة، ردح من الزمان. أولا لازم نبقى معترفين بأنه الإعلام مش بس توجهات، هو بيبقى توجهات كمان أو قناعات شخصية. بمعنى أنه في ناس بتكون بطبيعتها أميل إلى النادي الأهلي أو إلى مش تشجيع تشجيعه أو حب النادي الأهلي، فدي غالبا المجموعة اللي بتبحث أو بتشوف الأسباب المنطقية والواقعية وتناقش الأمور بما يملي عليها ضميرها طبعا. غير كده بتجد توجهات أخرى سواء مؤسسية أو فردية، هذه التوجهات بتبقى أصلا مستنية الغلطة للنادي الأهلي. نيجي على الحالة اللي احنا موجودين فيها، طبعا بلا شك الكل مجمع على ان النادي الاهلي مش في حالته الطبيعيه كفريق كره قدم، وان في كمان حقيقه اخرى ان في ضغوط كتيره جدا على النادي الاهلي. وسواء من ناحيه ضغط المباريات، يمكن احنا كنا بنتكلم، انا جايب بس عامل ثلاث ورقات فيهم ماتشات الاهلي. لما تمسك الفرق الاخرى هتلاقيها ورقه، نعملهم كده بقى الثلاث، انا بكلمك جد يعني كده اهو، ثلاث ورقات ماتشات من جميع الانواع. كاس مصر تلاقي، القديم تلاقي، الجديد تلاقي، سوبر افريقي تلاقي، دوري ابطال افريقيا موجود. انا قلتهم في المقدمه اللي انت نفسك فيه، فاكر المحلات بتاع كل شيء بخمسة جنيه، كاس العالم للانديه موجود، كل حاجه، فانت عندك جميع انواع السوبر المصري. كل الكلام ده موجود على اجنده النادي الاهلي. طبعا بالنسبه للي ميولهم اهلاويه وعاشقين للنادي الاهلي، دايما بيحط في دماغه او يفترض ان النادي الاهلي يكسب في كل الماتشات حتى رغم الضغوط. يعني رغم الضغوط اللي موجوده، ما بيصدقش ان النادي الاهلي مثلا وقع في ماتش او اتنين او تلاتة، لان الغريب في هذه الايام اللي احنا كنا دايما بنفخر بيه ان الاهلي ما بيقعش في ماتشين ورا بعض. مظبوط. لا، ال- 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 الحقيقه دي اتغيرت شويه بفعل بقى اللي احنا بنتكلم عليه، انك مره تلاقي علي معلول في قمه ادائه، ومره بعيد تماما عن ادائه بعدها بثلاث اربع ايام. ده كله 100%. وانا نتكلم فنيا يا استاذ، لا ده انا بديلك كاعلام، هو المناقشة هنا ان الاعلام هل هو بيحب او بيميل او بيناقش النادي الاهلي ووضعه مناقشة موضوعية، ولا عنده توجه؟ لان برضو ما ننساش نقطة مهمة قوي ما كانتش موجودة زمان، واحنا حضرنا جميع العصور. قبل كده كان من الصعب على ان في الصحف القومية مثلا ان انت تهاجم الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي هجوم شخصي، يعني تتخلى عن قواعد المهنيه. النهارده هل ده بيحصل دلوقتي؟ لا، ما هو النهارده بقى، وهي دي الظاهره الاخطر، ما بقاش في مهنيه في التعامل مع الحدث. يعني
النهاردة بقى كل واحد أو كل مجموعة ناس، مش هقول بقى يعني في جهات معينة، لا أنا بقول كل مجموعة بيتعاملوا مع الموضوع شخصي. وبعدين سرعة البث، سرعة النشر، سوشيال ميديا، انتشار يعني، سرعة النشر والانتشار، اللي هو انه انا وانا قاعد دلوقتي ممكن اكتب اللي انا عايزه بلا رقيب او حسيب، نعم، وبلا مراجعة، فبالتالي العملية بتطلع سوء عكاظ. أوكي. كل واحد زي ما هو عاوز بيعمل بيعمل وبيطلع يقول. وانت بتشوف النهاردة اخبار كتيرة جدا مولدة، او يعني بص عارف انت لما معمولة قصريا زي ما بيقول، ولادة قصرية. يعني بمعنى ان انت تيجي تقول هل يستقيل ريكاردو سواريش؟ هو بس كده هو كهربا يفاوض بيرن؟ لا لا غير كده، لا يجي يقول لك كمان يحدث حاجة، لا يجي يقول لك مثلا اول صدام بين كابتن محمود الخطيب ومستر ريكاردو سواريش. يا جماعة ده الراجل لسه بيقول يا هادي، لا يعني ده في اجتماع خاص مع ريكاردو سواريش المحاسب. ايه ده الكلام ده؟ يجي مثلا اللفظ الفظيع اللي قاله مش عارف مين اثناء المباراة، وبعدين تقرا تلاقي مثلا قال له ازيك، والله، او قال له انت ماشي قدامي كده عادي يعني، او ما قالوش خالص، انت هتعرف منين كانه. ايوه، فهي القصة كلها انه الاعلام ما بقاش خاضع للموضوعيه وال المهنيه بمعنى اصح. زي مظبوط. لكن يا استاذ محمود انا هاخد رايك طبعا في الامر ده، لانه مهم ان هاخد راي حضراتكم كلكم في هذا الامر. ولكن انا داخل على مباراه يوم الخميس القادم، النادي الاهلي ونادي الزمالك. النادي الاهلي اكبر نادي في مصر، نادي الزمالك ثاني اكبر نادي في مصر، خلاص. وبالتالي عندما تتكلم عن النادي تتكلم عن كبير مصر اللي هو والقاره الافريقيه النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي بعده على طول، صح؟ حاجه فيها ديربي او ديربي، وبالتالي تتكلم على ناديين كبار. كيف يمكن التعامل الاعلامي بشكل او باخر، وانت حضرت من دي حاجات كتيره جدا زي ما الاستاذ جمال قال وزي ما حضرتك قلت، استاذ عصام برضو يعني ياما هساله في هذا الامر، انه ياما حضر استاذ اسامه كلكم الحقيقه. وبالتالي كيف يمكن التعامل في مثل هذا الامر خلال الثلاث او الاربع ايام القادمه بما يتناسب مع اسم النادي الاهلي واسم نادي الزمالك؟ لا كابتن، بص انت دخلت في قضيه وبعد كده دخلت حصرتنا في 3 4 ايام، هي قضيه عامه يا اما في 3 4 ايام، هي قضيه في المشهد الاول. في القضيه العامه يطبقها على عاوز يقول رايه يمكن في القضيه القضيه اللي هي تناول الاهلي. انا بص عاوز اقول لك على حاجه، لانه السؤال ده وليه من حضراتكم تحديدا جاب نموذج يعني، ليه حضراتكم تحديدا؟ لانه في الاخر لما اجي اتكلم على جمال الزهيري مش انا اللي هتكلم عنه، لما اجي اتكلم على محمود استاذ اساتذه طبعا محمود صبري الاستاذ عصام الاستاذ اسامه مش انا اللي هتكلم عنكم، لكن كتاباتكم ووجودكم في صحف كبيره جدا ومواقع كبيره جدا مصريه كبيره جدا يخلينا ياما عشتوا من الحاجات دي كتير قوي 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 قوي. فانا السؤال ده بالنسبه لي مهم قوي. انت بتعيش على انت في مرحله فترات يعني، ما اقدرش انا ابدي حكمي مثلا على ما على قنوات واقول لك انه في، لا في برامج بتلتزم الحياد والحفاظ ان مؤدي البرنامج عارف نفسه والمعدين اللي معاه عارفين. حضرتك بتتكلم على التلفزيون؟ انا بتكلم على التلفزيون دلوقتي. وفي برامج تانية تجد منها وتشاهد اخبار في منتهى الغرابه، لانه الامر انت تدريجيا تحول، لانه كثيرا ليس من منتسب الصحافه، الان انت تعيش جيل جديد من منتسبي اعلام المواطن اللي هم الناس اللي على السوشيال ميديا تحولوا الى معدين، وهم اصلا كانوا مشجعين، فاصبحوا قنوات ايه؟ الاستوديو فاعل رئيسي، كل حد بيقدم برنامج دلوقتي جايب مجموعه ايه؟ واصحاب برامج مصروفه واصحاب برامج عليها. واصحاب برامج يعني فالدنيا عاوز اقول لك ايه؟ الحسبه بقت مختلفه هنا، والغالبيه لا الكفه مايله. اوكي. الكفه مايله ومتشافه، ومش متشافه عشان رد الفعل المعمول. كفه مايله ضد النادي الاهلي ضد؟ لا طبعا. أوكي. في 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 توجه في مجموعه برامج مش عاوزين نسمي، لكن عاوز اقول لك ايه؟ في واحد واثنين مثلا محافظين على نفسهم. خلاص؟ بأمانة شديدة يعني محافظين واخدين طرق الحياد، لو قال كلمة عن الأهلي لازم يقول كلمة عن الطرف الثاني عشان محدش يمسك عليه حاجة، ماشي مفيش خلاف. لكن الباقي لا يتوارى اوكي ولا يخجل
ان يقول اخبار في برامج بتسلسله تقدر تسميها وتقول عليها الكلام وصحف. مهم خلاص ما الوضع في الصحافه يبقى ايه الوضع في الصحافه حاجه تانية. الصحافه عندك بقى كام فلتر بتمر عليه الليله دي؟ عندك 3 4 فلاتر. اذا انت فكرت بنفسك تكتب حاجه اذا ما كانش عندك معلومه مستند على مصدر عندك بيعدي على ديسك ومن الديسك بيعدي على تصحيح ومن التصحيح أيوة. بترجع على دار. فضلك يا استاذ محمود، انا بكلمك اهو. فضلك يا استاذ محمود، ده شرح مهم جدا لان انا بكلمك على لكن اللي بيتفرج على ممكن صحيفه على بعضيها بقى تبقى في الاتجاه فما تعديش على الحاجات دي الشخص ما خلاص انا بكلمك على الصحافه اصل الصحافه اللي احنا ايه الميكانيزم بتاعنا. انت ماشي على يجي عندك في الاخر ايه بعد ما تمر على 3 مراحل وتصحيح بعدك ترجع للديسك تاني عشان يقرا الصفحه تاني لو حد فكر انه يعدل ولا حاجه. بيبقى في فيصل كمان مدير عام التحرير بياخد الصفحه وبص نظر على العناوين شوف الوضع عامل ازاي هنا بايه بيبقى في القرار. طب لو انت استندت وعملت الموضوع ده خدت على اساس وريني يا عم مصدرك فين؟ ها في حاجه اسمها قال مصدر؟ لا انا عاوز مين المصدر؟ قال اسامه، قال عصام، قال جمال، قال اسلام، قال محمود. لكن تقول لي كده لا. طب يبقى في المواقع برضو يا استاذ المواقع لا. بقى أيوة. لا الوضع بقى في المواقع هنا جدا. في مواقع بتحافظ على اسمها وشخصيتها اللي هي نشات عليها وتبقى حريصه جدا ونقدر نسمي في ناس محترمه. لا مش عايزين نسمي اسماء مش عارف. وفي حاجه ثانيه فجاه كده تلاقي ايه سيل من ايوه التوجه الغريب اللي يخليك ايه يا جماعه ليه ده في اماكن تانية ما حدش بيقدر يكتب مثلا سطر عنوان جمال الزهيري النهارده ما جاش مثلا يعني مش عارف ايه فاللي انت عاوز تقولها يا كابتن اسلام لا في مشكله ايوه في مشكله اوكي ماشي المشكله متشافه من النهارده لا مش متشافه من النهارده المشكله متشافه من سنتين ثلاثه وحضراتكم اتكلمتوا فيها وابعد من كده متشافه وانت بص عليها وحضراتكم اتكلمتوا فيها ما انا بقول لك اهو ما انا بقول لك انت هنا المشهد ايه هل انت مسؤول كنادي مسؤول تبقى اصرف حق نفسك كنادي اوكي محتاج تقف محتاج تراجع نفسك فين كنت فين وبقيت فين وضعك عامل ايه انت نفسك البعض استمر او استباح الاهلي نظرا لحاله الالتزام من بعض الاهلي طبعا بيترفع عن الامور وعن الصغير ما رضيش يدخل في نكاف لانه خلاص هو ماشي معلش يا استاذ محمود هل حضرتك كده بتحاسبني مش انا يعني مش بحاسبني او حضرتك بتتكلم عن النادي الاهلي ان هو ملتزم بالاخلاق والمهنيه وانا بكلمك وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه هذا لا يقلل من الاهلي لان احنا برضو مرينا ب يعني عايز اقول لك بتجاربنا في الصحافه واصطدمنا كتير جدا طبعا. لم نشهد وانا بقولها على الهواء لم نشهد أن حدث هناك خروجا من النص أو عن النص من المسؤولين في الأهلي في قمة مفيش لم تتلقى ولا تليفونا أو تتلقى اتصالا أو تتلقى تصرفا غير مرغوبا فيه. أنا ممكن أقول لك أنه جيت في فترة مثلا ودخلت أنا على مستوى شخصي في مثلا في خلاف في وجهات النظر مع مستر مانويل جوزيه خلاص وكان سببها يعني ايقاع برضو من تصرف من حد ترجم حاجه غلط نقل التصرف ولكن حصل ايه حصل نقاش والجمهور غضب في الاخر وحصلت حدوته بقصر لكن انا عايز اقول ايه الاهلي يعمل بمبدا ادارته بص ما بتتغيرش السيستم لو جبت مين هتلقى الوضع زي ما هو ما اتغيرش على مدار السنين يعمل مبدا ان انا ماشي كده في طريقي اهو انا ماشي في طريقي خلاص انت بتحدف عليا طوب في طوبه ممكن من الطوب ده تقلقك بتيجي في وقت لما تحس فيه انك انت صبرت بما فيه الكفايه وتعاقب نادي وفريق بحجمه وصل لهذا المستوى 2 افريقيا و2 سوبر وتالت عالم مرتين وحصل عنده هبوط مؤقت فني طبيعي جدا لاعتى فرق العالم اللي احنا بنتكلم عنها واحنا بنتكلم على الكوره لما الناس زعلت لما الاهلي خد كل حاجه بزعلت الناس يا استاذ عصام طبعا خلص كل حاجه اقول لك ما سيبش حاجه لحد طب لما تراجع المستوى انا بكلمك بروح في حته بلاقيكم انا بكلمك هو اللي قر عليه هو اللي انا بكلمك ولما تراجع المستوى وعشان تبقى فيه منافسه محتدمه والمنافسه لازم يبقى فيها 3-4 انديه يا جماعه طبيعي ما فيش حد يتكلم لكن خلاصه الامر يا استاذ اسلام هنا بيبقى الفيصل والمفصل الاساسي هو الضمير اوعى تعتقد انك بامكانك ان تخدع جمهور الكوره جمهور كوره واعي جدا طبعا. ويقدر الناس وبيشوفها وبيتابعها وعلى فكره يبقى بتابعك على فتره ما بديكش حكم على شافك في حلقه ولا شافك في برنامج ولا قرا لك موضوع لا ده بيبقى عارف سلسلتك ماشيه ازاي ها لا ده انا اسامه السويسي ما نسالوش موضوع من 20 سنه كتب فيه 1 2 3 4 هل هذا الكلام وما يحدث الان او حدث من البعض خانوا التوفيق وتجاوز في حق الاهلي
انه هيخلي الاهلي يقف ولا يكمل في مشوار وسعيه نحو استرداده هيبته وشخصيته؟ لا، الكلام ده مش هيحصل. مش هيحصل. انت ايه ده؟ بالعكس، ده انت بهذه التصرفات لازم هتخلق دوافع عند الاداره وعند اللعيبه وعند الناس كلها الموجود وعند الجمهور، انه عنده ثقه، واللي عاوز يقرا تاريخه كويس جدا. أيوة. ويستمد منه مجده وعظمته باللي وصل له، يرجع بس 20 سنه ورا ويشوف لما الاهلي كان فين ومتاخر بقد ايه عمل ايه، لما كان متاخر بقد ايه عمل ايه، بس هنا كان مين الفيصل الموصل فيها. ودي كلمه قالها، ربنا يديه الصحه ويبارك في عمره، الكابتن حسن حامد لما حصلت مشكله من نفس المشاكل في فتره من الفترات قال كلمه والناس قاعده، قال خلي الناس تعمل اللي هي عايزاه، احنا هنصير في طريقنا نحو فوق، هنحقق بطوله واثنين، واللي بيهاجمونا النهارده لن يستطيعوا. انت هتسكتهم يعني؟ هتسكتهم بنجاحك وبتفوقك وبردك في الملعب. والحقيقه دائما هي دي عاده اهلاويه طبعا، ولكن دائما هو الحقيقه الأسوأ من الهزيمه عدم القتال. هكذا قال السيد منوي الحقيقه. وانا اتبسطت ان ريكاردو امبارح عاد بشكل تاني لما قال ما عنديش مشكله في هزيمه النتائج، أيوه، لكن عندي مشكله انه الاداء ما كانش مرضي ليا في بدايه توليه المهمه يعني. تمام استاذ اسامه، اسمع رايك وبعد كده هسال حضراتكم برضو على موضوع الثلاث ايام القادمه. اتفضل. احنا بعيدا عن الامور الفنيه في الموضوع، صلب الموضوع صلب الموضوع الاعلام الرياضي، الاعلام الرياضي، وانت مركز تركيز مهم على بحياديه من عدم. عاوز بس اقول انه معترفين ان قطه الاهلي جمل طبيعي جدا، من واحنا صغيرين طالعين عارفين ان النادي الاهلي هو صاحب الشعبيه الاكبر، طبيعي ان هيبقى الاقبال على اخباره هو الاكثر، هيبقى في رواج ليها بشكل اكثر، فهيبقى في فوكس. لكن اقبل الكلام ده لو كان انت بتادي رساله كويس بمعنى جدا حضرتك. بس عشان ايه؟ معلش القلم، اخد من حضرتك القلم بس اكتب حاجه ليه. انت فكرتني بحاجه تخص التسويق وحضرتك بتتكلم، دي حاجه تخص كمان ماتش بيراميدز الاخراني ده. بس هقول لحضرتك مش دلوقتي، بعد ما تخلص كلامك، النادي الاهلي عمل ايه واتعامل معاه ايه وكسب، مش قصده لكن كسب الانديه الثانيه ايه. تمام. معلش يا استاذ اسامه. لا بالعكس يا كابتن اسلام، فده طبيعي جدا. هو قطه الاهلي جمل، معترفين وقابلين للوضع ده، ولكن اللي انا شايفه والاهلي عايزه طول الوقت ان مش محتاج غير العداله. محتاج العداله في كل الوجوه، مش طالب ان انا حق زياده، ولا مطالب ان انت تجاملني، ولا طالب ان انا يبقى عندي مشكله وتخبيها. لكن اللي انا شايفه مفيش في انفير. اول حاجه حضراتكم سمعتوا ريكاردو سواريش المؤتمر الصحفي بتاعه كامل. نعم. حصل لما اجي بقى بعد ما انا سمعت الكلام ده كله، اجي الاقي ناس في الاعلام كاتبه ان ريكاردو سواريش بيقول ان هو اتفق مع مجلس اداره النادي الاهلي انه مفيش بطولات السنه دي. طب جبته منين؟ انا جايب المدرب. لا جبته منين الكلام ده؟ ده مش موجود المؤتمر طبعا. ده جبته منين؟ ده بيقولوا قال. ايوه يعني في فيديو بقى المفروض يعني. طب صح؟ هو انا هكذب ودني؟ ده تزوير. هو انا هكذب؟ ايوه. ده بالاضافه بقى ايه؟ بالاضافه يبقى في فوكس رسميه. لما يحصل فوكس بقى من نفس المطبوعه، من نفس المطبوع على إدارة الأهلي فاشلة، الإدارة لازم تتحاسب، الإدارة هتعمل اجتماع فني مع ريكاردو سواريش عشان تحاسبه لأن حصل. هو إيه ده؟ مين يدخل دماغ مين إن واحد لسه جاي بقاله كام ساعة أحاسبه على المباراة دي؟ ممكن يكون في قعدة، ده طبيعي على فكرة، لأن اللي أنا عارفه إن في، لأن القعدة دي عبارة عن إيه؟ ممكن تبقى عبارة عن ما هياش محاسبة. لا محاسبة إيه يا جماعة؟ هو قصده إن بيقول لك إن قالوا هناك جلسة لمحاسب، يعني أنت رايح للمحاسبة. ما أنا بقول لك كده، ده بقول لك لما يبقى أنت واخد اتجاه بالشكل ده، لما أنا أصلاً كنادي أهلي بتعامل بمنتهى الشفافية، أنا ما بخبيش. أنا حصلت مشكلة ما بين كهربا وبين بوسوماني، الجهاز خد عقوبة وأعلنها. نعم. تمام؟ في المقابل بلاقيك تقعد تعلي في ده، تقعد تعلي في ده وتعلي فيه، توصل بيه إن هي بقت قضية الموسم. وفي المقابل بشوف الناحية التانية، وفي أندية كتير بتحصل مشاكل على مرأة ومسمع من الناس وبتتجاهلها. يبقى أنا طبيعي أحس إن أنت مركز معايا، أنت أنفير معايا.
المشكله الاكبر بقى كابتن اسلام والاساتذه كلهم يعني هم كلهم جيل واحد، بس الاستاذ جمال استاذنا طبعا ومعلمنا الفاضل، مش عايز اكبره يعني. في احنا اتعلمنا حاجه بعديكم انا عايز اقول ان احنا اتعلمنا حاجه، اتعلمنا على ايادي اساتذه كبار في الاهرام وفي الاخبار، اتعلمنا انك انت اول حاجه في الصحافه الخبر، وبعدين انت تروح للتقرير، وبعدين تروح للتحقيق، وبعدين تروح للمقال، وفي اخر حاجه للتحقيق، وبعدين تروح اخر حاجه المقال. برافو عليك. اللي بتقول في الراي والله. اللي بتقول في الراي كابتن اسلام، والله العظيم هذا الكلام حقيقي مليون في احنا دلوقتي الهرم مقلوب يا استاذ جمال، والخبر الهرم دلوقتي مقلوب. انا راجل عندي 30 سنه في الصحافه، يعني اشتغلت من وانا صغير مع الاساتذه الكبار، ما كتبتش رأي غير بعد 15 سنة. أكتب رأيي، أكتب عمود رأي 15 سنة. ده دلوقتي 13 سنة بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وبيكتب رأيه. ما هي دي الجزمة. المدهش بقى كابتن إسلام إن النهاردة قلت رأيي، أو قلت معلومة ورأيي في الشباب والرياضة، قلت معلومة ورأيي، معلومة ورأيي، أفاجأ إن أحد الإعلاميين واخد المعلومة على إن هي رأي. طب أنت سمعت إيه؟ بيقول لي المذيع بيسالني على الزمالك عنده 3 مباريات ورا بعض صعبه، فيوتشر سموحه، فيوتشر بيراميدز، ايهما تتوقع انه ممكن يبقى ماتش صعب للزمالك؟ قلت له بيراميدز لانه عنده دوافع المنافسه على البطوله. مظبوط. قال لي فيوتشر، قلت له فيوتشر فقد التركيز بسبب تصريح علي ماهر ان اللعيبه حققت اللي هم وصلوا له، اللي هم عايزين الكونفدراليه وخدوا كاس الرابطه. المفروض بقى يزعل مين؟ علي، لان انا بقول على فبقول قال لي طب وسموحه مع بيراميدز، مع سموحه مع عبد الحميد بسيوني؟ قلت له سموح عبد الحميد بسيوني كمدرب ما سبقش ليه الفوز على الزمالك في اي مباراه مدرب، ودي معلومه، دي معلومه مش راي، بتاليف الاستاذ اسامه. تم تحويل الكلام كابتن اسلام، يعني مع احترامي هو كسب ماتش واحد كشهود عدل، الراجل جايب معلومه بسيرش، ان لانه بيسالوه ايه رايك عن مباريات، فكان لازم يجيب معلومات عشان يقنع المتلقي. كسب مباراه واحده في كاس الرابطه مع مين؟ لكن مع غزل المحله. غزل المحله كسب الزمالك يعني في كاس الرابطه، اللي هي كاس الرابطه، لكن في الدوري ما حصلش، مفيش تعادل، مفيش تعادل. هو بالتالي انت خدت من ده. انا بقول يعني هل ده في اساءه للكابتن حميد بسيوني؟ اولا الكابتن حميد بسيوني صديقي العزيز وبحترمه وعلى راسي من فوق. هل انا بقول كده رايي؟ انا بقول معلومه. أوكي. انت تاخدها بقى وتحولها. دي الازمه الكبيره اللي احنا عايشينها. أوكي. الازمه الكبيره اللي احنا عايشينها ان انت بتبدا قلبت الهرم، بتبدا بالراي. لا محدش عارف يعمل ايه عشان ايه. يعني النهارده لما احنا اتعلمنا برضو على ايدي اساتذتنا. بدون قطع كلامك يا اسامه، ده تاكيد لكلامك، كنا عارفين يعني ايه تكتب خبر. ايوه، مجرد خبر ده معناه ان مفيش راي ليك. لا، معلومه. معلومه انت بتجاوب خبر. على حاجه اسمها الشقيقات الخمس، اللي هي ماذا ولماذا، من، اين، متى. ده الخبر. فايف دبليوز اللي هي ولد عمرقه. ده صعب اللي انت بتقوله ده قوي. صعب يا استاذ عمرقه، صعب قوي. ده اللي انا اتعلمته يا جماعه. ولد عمرقه، احنا قعدنا نتملى في التليفون سنتين. ايوه، جنب التليفون مهمتنا نتملى الشغل، بس الخبر تكتبه وتحطه سنتين، وتكتبه وتسلمه للاكبر منك. دلوقتي يا كابتن اسلام الواحد بيدخل مجال اعلامي فجاه بيكتب على السوشيال ميديا بيقول رايه على طول في الدنيا كلها. لكن انت عشان تكتب راي، عشان تكتب راي تقول رايك، لازم يبقى عندك خبرات، تبقى عندك المام بالقواعد اللغه العربيه عشان تكتب راي وما فيهوش اخطاء املائيه. علشان تكتب راي يبقى لازم يبقى عندك معرفه بالكلام اللي انت هتتكلم فيه بكل ابعاده. لا، عشان تعرف ازاي تقول راي. بس هو انت امتى تقول راي؟ هو ده لما يبقى عندك نضج وفكر ان انت تعدل على الناس اللي موجوده، وتيجي مثلا تقول رئيس النادي الاهلي او مش عارف مدير ايه، لكن تقول له اعمل كذا وما تعملش. مع كامل احترامي بقى، مع كامل احترامي بقى، بدون ما اقطع كلام حضراتكم، مع كامل احترامي، الوضع دلوقتي مقلوب. وللاسف الشديد انا شايف تحيز غير طبيعي ضد النادي الاهلي. مش عايز اقول ضد النادي الاهلي، لا، مفيش ميزان واحد هنا وهنا. انا ما هو ده اللي هيدفع، بس يعني بس باخد راي الاستاذ عصام. والسؤال اللي جاي اعتقد هيبقى حضرتك، الكلام اللي حضراتكم قلتوه ده، لانه ده
تعلق يعني يا جماعه ده درس للصحافه والاعلام، انا ما اعرفش عنه حاجه، انا بس عشان ما حدش يقول لي انت مش عارف ايه. لا، الاساتذه دول ناس كبار جدا وبيتكلموا في حاجات لو الكل هيعمل بيها صدقوني الدنيا هتمشي كويس. اتفضل يا استاذ عصام، اعرف رايك الاول. الناس طبعا بشكل طبعا عادي. الاهلي لا يعامل معامله اي حد، عشان بس يبقى جبنا بدري يعني. لانه في الاخر لا يعني ايه معلش يعامل لا يعامل معامله اي حد، الاهلي لا يعامل بحياديه. اوكي. ليه؟ اولا لانه انت تستغرب جدا انه مثلا كلنا الاساتذه ميولنا اهلاويه، ولا يوجد كذبه اسمها محايد، مش هيشتغل الشغلانه دي ومش هيبقى في الفيلد ده. نعم. هيروح يشوف اين تذهب هذا المساء، اي فرع اخر يعني، او يرسم او اي حاجه. وبالتالي انت لما بتعبر عن ده لازم تعرف كويس قوي انت هتعبر فين، اما في منبر خاص بيك جدا او في قناه طبعا اللي هي بقى قناتك عمودك بس على الموبايل بتاعك، او في قناه بس كلمه فئويه دي لا تجوز، هي قناه النادي يعني مش عارف اسمها فئويه. وبالتالي ده متاح جدا، فتلاقي واحد لسه طالع من البرامج بتاعه المنافس يقول لك ايه هو ده بقى الحياد يا فندي يعني. وانا رحت في العام الكلام ده، لو في العام يعني العاملين في الصحف العامه حتى لو هم ملونين وده طبيعي جدا عليهم ان يكونوا بنفس القدر بل والمساحه. أيوة. ومع الدقه بقى اللي الاساتذه قالوها اضيف لك من الشعر بيت، مباراه الديربي دي كانت المساحه تتقاس بالسنتي. ايوه ما هو ده معلش خلينا السؤال الجاي ده لانه ده هنقعد برضه اقول لك الحياديه كانت واصله لدرجه ايه. في المطبوع بالسنتي يا حبيبي بالسنتي يا الراجل المذيع الجميل ده. طيب في المسموع اللي هو راديو واستبدل او بقى جنبه اخوات موبايلز دي ايه، لو هتتكلم عن ده خمس دقايق تتكلم عن ده خمس دقايق، لو جايب واحد زملكاوي قوي تجيب واحد اهلاوي قوي، لو جايب واحد محايد لازم يبقى لا يعرف الاهلي ولا الزمالك، ولو سالت عن اسم رئيس الناديين ما يعرفهمش. يا سلام، تخيل الدقه كانت رايحه لغايه فين. ومع ذلك كان هناك مجله الاهلي ومجله الزمالك، دي حاجه تانية. ما هو اعلام اهو. كان في الكابتن محمد لطيف بعظمته يقول لك الاهلي اختار واحنا اللي هنسنتر، ومحدش بقى طلع ساعتها خرب الدنيا، الناس خدتها بابتسامه، لانه كان نفس الكابتن لطيف رحمه الله عليه وكل العمالقه بعدها على طول يقوم مدي النادي الاهلي حقه 100% طالما هو اللي لعب الجيم ويبارك له بعد ما يكسب. وكان في نفس هذا الوقت، شوف بقى الميزان اهو، كابتن علي زيور رحمه الله، كابتن حسين مدكور رحمه الله، كابتن ميمي الشربيني، كابتن ميمي الشربيني يقوم طالع الناحيه الثانيه، كابتن عفت رحمه الله، واخد بالك كابتن حماده امام رحمه الله. شوف الدقه كانت ازاي. لكن لما تعرف ان حد صديق كده اتفتح كلام قبل ونيه، تخيل بقى سنين طويله ما خدتش بالها الا دلوقتي. هي. انه لما مثل منظومه خدت قناه رياضيه هامه جدا يعني من زمان، هي مش من دلوقتي، قلت له انا حابب ابقى موجود معاكم برنامج، قال لي لا يا اخي ده الباكج صغير قوي، ما انتبهتش ان هو عاملني الا النهارده من نص ساعه عاملني ان انا مش زملكاوي، تخيل وانا بقولها لك اهو. ما انتبهتش باكج ازاي؟ ده احنا متفقين انه ان شاء الله لما يبقى انت بتدير حاجه. قال لي لا سيبنا كده وبعدين نبقى نعمل. النهارده وبسبب ما ورد برضو عن ان انت بتتهم احد، ها اولا انه ما تعرفوش وان هو اهلاوي قوي رغم ان هو بيقول حاجه علشان هو اهلاوي يعني، الراجل ما ادعاش ان هو يعني ليتزراوي يعني. وبالتالي اكتشفتها فعلا وانا في طريق انا والزملاء للاستوديو، يا خبر ده يبقى ساعتها باكج ايه يا عم، وانا قلت لك مفاوضاتنا على الفلوس كام. فاكتشفت ان هي الحكايه بقى بعد هذه الاجيال اللي كانت بتمثل شكل مصر الذي تستحقه، وبالتالي شكل اعلامها الجبار اللي بني عليه كل الاعلام، واخد بال حضرتك؟ لا، اللي جه بعده ما كملش في السكه دي بميزان عدل، بل على العكس راى ان سير اداره النادي الاهلي، ولو اتكلمنا نتكلم على الاهلي المعاصر كابتن صالح سليم رحمه الله، كابتن حسن حمدي، كانت مختلفه تماما، وانت جاي كده اللي هو الاهلي المعاصر، كان دائما يبدا مراحل تطوير في الإدارة أولا مش بس الكرة، ومن ثم في أهم لعبات وهي كرة القدم. يبدو أن ده أخذ عليه، هو هيوجع دماغنا كل شوية يجيب جهاز 10 ويجيب راجل اسمه هيديكوتي زمان يدرب مرتين في اليوم، التمرين كان 3 مرات حضرتك فاكر، وحاجة اسمها تراي ماتش كده، ويروح يلعبوا يتغدوا في مطعم النادي ويروح يرجعوا بالليل على بيوتهم،
وكل مره يطور ومره يجيب راجل يعمل طريقه جديده ومره يعمل عود احتراف ومره يعمل رعاه اوبا، واحنا بقى قاعدين هنا مش عاملين كل ده، كسر يا جدع معايا. فبدا الامر حتى لما تحسبها بالاسماء والاعداد يعدونا ويعدوا التانيين وش اهو. وانا ليه بقول الكلام ده؟ لان احنا في قناه بتاعه النادي اللي احنا بنشجعه، وانا مش عارف ايه حكايه ان انت فجاه واحد يتهمك في اعز ما تملك الا وهو احترامك لنفسك واحترامك للناس. يا اخي ايه ده؟ لا وهو بيكلمك كده وهو كان قاعد يتريق طول الليل على النادي الاهلي او على اي نادي يعني، بس هو الموضوع فعلا الاهلي ان مش لاقي حد تاني حد يتريق عليه، بل هو يمجد في اخرين يعني عشان اي حاجه. طيب بمناسبه اي ربع في الرغيف، بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لانه كلام مهم جدا، ان مفيش غير النادي الاهلي. عارفين حضراتكم طبعا، معلش ثانيه واحده، دي مهمه جدا تسويقيه، لان انا كنت بتكلم في الموضوع ده النهارده تقريبا طول النهار تسويقيا، وده بالارقام يا فندم، بالارقام. كل الانديه اللي بتواجه النادي الاهلي بتستفيد من اسم النادي الاهلي. يعني ايه؟ يعني مش هقدر اقول انديه، لكن اكس من الانديه مهما كان اسمه، اكس عليه اكس من الانديه ده مهما كان اسمه، خلي بال حضرتك مهما كان اسمه، النادي الاهلي السبوت بتاعه بيتباع بكام في الماتش، والنادي ده بيتباع بكام. بلاش السبوت، بلاش عشان ما اقولكش ده مش عارف ايه، دي ارزاق. دي ارزاق اسلام والله بتقال كده، دي ارقام. طيب بلاش السبوت. عارف حضرتك الجمهور، خلينا نتكلم على مباراه بيراميدز الاخيره بتاع امبارح، مباراه بيراميدز امبارح، هو مين اللي استفاد؟ بعدد جمهور النادي الاهلي المتواجد في ملعب استاد الدفاع الجوي، ملعب منظم المباراه، صاحب المباراه او صاحب المباراه. وبالتالي صاحب المباراه امبارح، لو كانت المباراه، انا اسف، ما بين نادي بيراميدز ونادي غير الاهلي امبارح، احنا 10,000 واحد تقريبا او ما اعرفش كام واحد بارح، على حسب اللي موجودين. 5,000. لا لا ده دي ضمن الفقره اللي لازم نتكلم فيها، ازاي جماهير تانية بتخش بالاعداد دي والكاميرا لا تكذب وجمهور الاهلي. هقول لحضرتك بس خليني اكمل الفكره دي وبعدين نرجع لدي. ال 5,000 دول اضرب في ايه؟ في كام؟ في قد ايه؟ في 100 يعني بكام؟ 150 فيش 100 كمان ب 150,000 جنيه مظبوط؟ فالنادي ده لا لا 150 ايه؟ لا ده هو بيقول على تحسبها زي ما تحسب ارقام، اي ارقام يعني 150,000 زي ما تطلع كده. الرقم يعني مش قصدي، انا قصدي زي ما يطلع الرقم. اذا الانديه الاخرى بتستفيد من وجود النادي الاهلي، اللي بيقول لك الناس اللي ياخد، اللي يقول لك القيمه اللي احنا عايزين نتساوى، مش انا مش بتكلم بشكل عام، عايزين نتساوى او نقرب. ما ينفعش تقرب ولا ينفع تتساوى، ده حقهم. ليه؟ حقهم طبعا، ما بقولش حاجه. لا طبعا، ما انا بقول حقهم، لكن هو لو الماتش ده ما بين، انا بقول حقهم وانا راضي، بالعكس انا بقول حقهم، لان ده تادب النادي الاهلي اللي ادواته الاحترافيه تخليه لو باع حقوقه لوحده امشي يا جدع كله يبعد. الاهلي هو من يجعل البث التلفزيوني بيعه برقم كبير طبعا، وبالتالي ارتضى علشان البلد وعلشان الانديه وعشان ده دوره كرائد انه البث يباع جماعي، لكن اي احتراف. ان في انديه يعني انديه ملهاش جمهور كتير يعني، الانديه دي لا يا عم ازاي، ليها وجبه وليها لا 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 الانديه دي لا لا الانديه دي الانديه دي بتبيع السنه كلها بماتشين الاهلي طبعا، بماتش الاهلي كمان طبعا، مش بماتشين، بماتش. طب انا اقول لك، لو على ارضه، مش انت قلت ماتش امبارح؟ مش انت قلت ماتش امبارح؟ وده ذكاء منهم على فكره طبعا. لا لا انا ما بقولش حاجه، انا بس بتكلم. باعوا لراعي، فلما تسال الشباب لما راح تقول له ايه، طب مده العقد، يقول لك هي بادئه بمباراه الاهلي. طب هو كام سنه هي بادئه بمباراه الاهلي؟ طب هو شهر، طب لغايه نهايه الموسم يقول لك ايه، هي بادئه بمباراه الاهلي. هي كده باينه قوي انه الراعي خد ماتش الاهلي. شكرا. مشكله عصام في حاجه، مشكله في حاجه كابتن اسلام، ان موضوع ان انا ابقى متحامل على الاهلي ده مش وليد النهارده على فكره. ده للاسف الشديد مش وليد النهارده. لو انت رجعت التاريخ هتلاقي ان لغايه دلوقتي في اسطوانات بتتردد غلط. طيب. بتزيف التاريخ سريعا. اتفضل سريعا. يقول لك اصل النادي الاهلي نادي الدوله باماره ايه؟ باماره ان انت اول اتحاد لكره القدم 1920. فضلنا كام سنه رئيس اتحاد كره القدم هو رئيس نادي المختلط اللي هو الزمالك،
هو وزير الحربية في مصر اللي هي أقوى وزارة. محمد حيدر كم سنة يا جماعة؟ 30 سنة. بقول لك بقى زيدك مش شاري بيت. واحد قال لي كان أهلاوي وأنا بقول لك كان أهلاوي. يلا رئيس اتفضل خد. طب يعني لا اللي عايز أقوله إيه؟ إن أحدهم طلع قال لك إيه؟ الاهلي في الفتره دي اللي هي فيها مين حيدر باشا كان بيحكم اهلي وزمالك. انا هقول لك على حاجه. ايوه اللي هو عم حاجه لا انت بتتكلم على حسين الامام. على حسين الامام بقول لك محمد حسن حلمي زامورة نفسه. أيوة. حكم مباراه الاهلي وكان سكرتير. لا كان سكرتير الدوري لجنه الدوري يا جماعه الدولي. اللي عايز اقول لك ان هو ايه احدهم طلع اشاعه وقال لك ايه الاهلي هو اول نادي في مصر طبق نظرية شفتوه اللي هو إيه استغلال الرأس المال. ليه بقى؟ لأن أحمد عبود باشا كان أهلاوي. طب وليه حضرتك ما تذكرش في الفترة دي إن اللعيبة كانت بتتنقل حتى من النادي الأهلي للزمالك بتعليمات من حيدر باشا؟ وليه حضرتك ما بتذكرش إن في الفترة دي كان في محمود أبو رجيلة رجل الاعمال الملياردير الهيئه العامه للمواصلات اللي تمام. هي هيئه النقل العام يعني. وليه ما تذكرش الكلام ده؟ وليه ما تذكرش ان بعد كده ده من المنطق اللي حضرتك بتقول عليه بقى للاساس ده عينهم وسمي كابتن محمود ابو رجيله ربنا يديله الصحه ابويا الغالي الاستاد. سمي كمان الكابتن ابو رجيله لانه كان احد العاملين عند رجل الاعمال يا كابتن اسلام. بص الناس دي بتقول اللي هي عايزاه وبتوصل وبترسخ الافكار دي عند اجيال جديده ما تعرفش التاريخ يا فندم. انا قلت ده في المقدمه. صدق يا استاذ جمال انا والله بس عشان اطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل طيب. لكن انا في حد وانا في البحر انا في البحر مع عيالي لقيت بحر واحد جه قال لي انا بشجعش الاهلي انا زملكاوي. قلت له تمام. قال لي ماتش فيوتشر انتوا فيوتشر فوت الماتش. قلت له يا جماعه هل ده كلام ينفع؟ انا بجد يعني انا قاعد مع اولادي فقمت لافف في البحر. قلت له يا فندم يعني معنى بالمنطق اللي حضرتك بتتكلم بيه ده اللي حضرتك بتتكلم بيه ده هقول لك بقى ان احمد علي ضيع ركله الجزاء قاصد. لا يا كابتن يا كابتن اسلام لا طب ما انت لو بالمنطق دوت تبقى الزمالك مفوت للاهلي 5-3 غير بقى. لا يعني لا بتكلم في حاجه بقى حصلت امبارح. لا ما دام تفويت بتفويت يا كابتن اسلام ما هي تبقى المساله كده. دي حاجه واحده على الاقل عشان اللي بيكلمك ده يهدى لحسن يطلع. لا هو هدي بعد دي كمان بس. البحر الاحمر كمان سمي البحر الاحمر عشان كان في راجل في البحر اهلاوي يعني مش معقول يعني. عموما هنكمل كلامنا وهنسال. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه ان لابد أن يكون هناك مخارج لدى كتيبة الإعلام الحمراء عليها مش بس حق الرد وكذا ده أسهل شيء لكن لابد أن هي تظهر في الميعاد بهذه الضوابط المهنية. برضو الموضوع شوية مجرد خانات إعلامية بتتحرك بمنتهى النبل والشفافية عليها أن تبكي على هذا لكن عليها أن تفسر دائما للجمهور. وأنا أقول لحضرتك حاجات أما نرجع من الفاصل تحتاج لتفسير كثير جدا. أخرج بس عشان تفسر له ماذا سمع. كان فيه زمان برنامج اسمه قل ولا تقل أستاذ صبري سلام العظيم يعني رحمة الله كان بيقول لك قل ولا تقل فيطلع بس من منبر من أحد المنابر الحمراء يا عم انت سمعت كذا والحقيقة كذا لا تعليق مع السلام عليكم حتى تاخد دقيقتين كذا كل شوية وتمشي مفيش أي مشكلة. ده مهم جدا يا كابتن. تمام هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كيف يتعامل الإعلام بشكل عام مع هذه المباراة الهامة جدا مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كاس مصر يوم الخميس القادم بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. كيف يتعامل الإعلام يا أستاذ جمال؟ نعم. وحضرتك رجل يعني لك باع طويل في هذا الأمر أستاذ محمود وأستاذ أسامة والأستاذ عصام أسمع من حضراتكم كيف يتعامل الإعلام في الثلاث أيام القادمة بما أن حضراتكم أكدتم أن الفترة اللي فاتت الإعلام غير محايد مع النادي الأهلي الإعلام بكل مشتقاته غير محايد مع النادي الأهلي وبالتالي روشيتا لتعامل الإعلام مع النادي مع المباراة بلاش النادي الأهلي عشان كلمة النادي الأهلي دي فماشي. الإعلام غير المحايد هو الإعلام العام الإعلام العام طبعا حقك وكلنا لأنه ما دون ذلك تختلف تتفق مع معاني ألفاظ لكنه إذا كان إعلام المنافس فيعمل لا ماليش دعوه يعمل اللي هو عايزه. انا بتكلم على الاعلام العام زي ما الاستاذ عصام بيقول قبل ده يعني وداخل في الموضوع برضو انه حكايه شعبيه الاهلي وازاي طول عمرنا كان الاعلام بيستفيد منها. ما هو انا بتكلم هنا بشكل خاص عن شعبيه النادي الاهلي يعني اللي انا اعرفه
انه طول عمرنا في هذا المجال الجرنان اللي بيكسب بيبقى حتى لو رئيس تحريره زملكاوي او اسماعيلاوي او اي حاجه الصحف العامه يعني كان ما بيفرقش معاه ميوله وانتماءاته مقابل ان هو يقول لك البيع. البيع دي حقيقه لا ينكرها احد ومن خلال اساتذه كبار انا اعرفهم شخصيا وتعاملت معاهم. فالمساله دي طبعا الزمالك له شعبيته مفيش كلام، لكن انا بتكلم على ازاي الاعلام دي كمان بتبقى ارقام يا استاذ جمال. أيوة. يجي له شيء ازاي بقى يا استاذ عصام الاعلام العام النهارده يغامر القادمه يعني لا يغامر بانه هو يبقى ضد النادي صاحب الشعبيه. اوكي يعني ده لا في مهنيه ولا في حرص على لا اقول لك بقى لا لحظه لا في لعبه بقى ترقيصه ايه هي هو بيبقى ضد عشان مزيد من ترافيك الترافيك لا دلوقتي قصدي دلوقتي لا. طبعا. بس مهما يكن برضو النهارده لو هتتكلم على الترافيك لو على الترافيك في مشجعين كتير جدا للنادي الاهلي لو تحالفوا على الفيديو بتاع عصام شلتوت هيخلوه ما يتشافش 14 واحد ده اللي دايما بنقوله للناس ما هو ده اللي انا بس عايز اقوله ايه انه طول العمر انا من خلال تجربتي يعني النادي الاهلي في يوم من الايام وكان معانا برضو استاذ اسامه في المجله الاهلي نعم. كان في طبعا في تبرعات لصاله الامير عبد الله الفيصل وايضا في مصادر دخل كتيره يوميها كان في ازمه شويه ماليه في تمويل الصاله والله العظيم كتبنا خبر قد كده يعني خمس سطور انا مش هقول لك الجمهور كان بيبعت تبرعات في جوابات خمسة عادية. جنيه والله العظيم يا كابتن اسلام جوابات عادية جنيه وخمسين قرش وخمسة جنيه وقبل أن يعني أخرج من هذا الموضوع كان الله يرحمه الأستاذ محمود دياب المدير المالي لمجلة الأهلي بيشوف لها صرفة قانونية قال لي الجوابات دي كلها تجيبها وتسلمها لي رسمي عشان نشوفها بقى. لان انا هاخد الفلوس دي ما انا كان ممكن اعمل مستريح برضه ايامها الم القرشينات وخلاص لا انا سلمتها على ساركي ساركي هو الجواب نفسه اللي هو الجواب لا انه ان جت تبرعات صحيح مش مبالغ خرافيه بس انا بكلمك على مساله انتماء حب وحب المشجع لناديه اللي هو النادي الاهلي فنرجع بقى كمان لاخر حاجه اللي هي جزئيه انه النادي الاهلي المتهم بانه نادي الدوله فهذا شرف للنادي الاهلي طبعا ليه لانه مفيش نادي هيستحق هذا اللقب الا اذا كان بيمثل الدوله تمثيل مشرف على اعلى مستوى نادي الشعب ومشرف نادي الشعب ونادي مش الدوله لا ده نادي الدوله ونادي الشعب أيوة. الا اذا كان تاسيسه في مقولته العامه أسس في مواجهة الأندية التي يرتديها الإنجليز وأعوان الشباب المصري أنا باخد من ده الناشونال كلاب بص أنا باخد ده جزئية بس اللي هي عايز أخش بقى على جزئية اللي اتكلم عليها ثلاث أيام القادمة اثنين ثلاثة ثلاث أيام القادمة حتى الخميس الإعلام العام اللي هو ملك الدولة يجب أن يلتزم أقصى درجات الحياد في أحسن من كده لا نطالب اعلاما هل ممكن تقول لنا يعني ايه اقصى درجات الحياد؟ اقصى درجات الحياد تخليك موضوعي نفس زي ما قال زميلنا الاستاذ عصام انه كان المساله بتتحسب بالصوت يعني لدرجه انه لو الاهلي هو الاول في هو لو المباراه بتاعته لازم يتكتب الاول دي كان طول عمرها لو الزمالك يبقى هي مباراه الزمالك فده الاعلام العام بالنسبه للاعلام الخاص بالأهلي وبالزمالك من حقه أن يفعل كل شيء في تأييد فريقه دون تجريح في الطرف الآخر دون إساءة وده اللي احنا متعلمينه طول العمر على فكرة وحنفضل كده خلي بالك يا أستاذ الإعلام بقى اللي هو النيو ميديا زي ما بنقول الإعلام الجديد السوشيال ميديا الديجيتال 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 أنا بقول أنه كل واحد يشجع فرقته مش هتقدر تسيطر عليه 100% طبعا لكن احنا بنناشد من خلال قناة النادي الاهلي والبيت الكبير وبرنامج حضرتك
انه يا جماعه كل واحد يشجع فرقته ويرفع معنويات فرقته الى السماء، هو حر، لكن برضو دون تجريح من غير مكايده. يعني عارف انت المكايدات والمباراه في النهايه هتبقى تصدق يا استاذ جمال مفيش مشكله حتى في الحاجات اللطيفه دي، اه لانها كانت بتحصل حتى في المدرجات احنا ايام زمان، مكايده لطيفه الحاجات تحفيل بيقولوا عليه تحفيل لما كنا بنشوفه احنا في الملعب، معلش مع احترامي يعني، ما هو ده موجود على طول، بسيطه لطيفه حلوه يعني، مش الحاجات بالظبط كده بلاش تبقى العمليه اساءه وتجريح، ما تبقاش فجه، لا 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 يعني يعني بدون فجاجه تبقى بشكل برضو الى حد ما في شيء من الموضوع. استاذ محمود المشهد واضح يا كابتن اسلام، انا شايف طبعا غياب الجمهور بصفه عامه عن المدرجات برضو عامل مدي الفرصه للبعض ان هو يعمل اللي هو عايزه. صحيح على فكره جمهور الاهلي لما يبقى موجود في المدرج لا وضع بيبقى الوضع انت مختلف. استمر البعض بغياب جمهور الاهلي في المشهد اللي احنا شايفينه فوجد في نفسه فرصه يعمل اللي هو عايزه، بمعنى على مدار السنتين 3-4 اللي احنا شفناهم دول بالورقه والقلم خصصت برامج مخصوصه لقنوات خاصة من الخارج، مش الإعلام العام، قنوات خاصة من الخارج لتشويه صورة الأهلي وتاريخه. مظبوط. في منتهى كلام خطير الإسفاف والتجريح، مستغلين برضو التزام النادي الأهلي، وغريب إنه اللي شارك والأكواد والغريب إنه اللي شارك في هذه البرامج لاعبين كرة القدم ما عرفوش يكسبوا الأهلي في الملعب. المصيبة إنه وجد نفسه مهزوما على المستطيل الاخضر فاراد ان ينتصر امام الشاشات ويعبر ويضلل ويقول كلاما منافذ الحقيقه. هذا الكلام وجد مردود عند البعض عند الاجيال الصغيره، هو ده الخطوره بقى، انه الاجيال الصغيره اللي طالعه 14 و15 و16 لذلك تجد نفسك ممكن قاعد في فرصه كده في كافيه حد يعرفك ويقول لك اصله ايه، يروح رامي لك كلمتين، ايوه هو عارفك، يروح رامي لك كلمتين كده مثلا ماشي في سكه، واحد يعمل لك مش عارف ايه الكلام ده. ونظرا لغياب الضمير، لانه الضمير مش موجود، انا هدفي ان انا بحاول اوصل معلومه لناس معين ارضي غرورهم وارضي ان هم ما بيحبوش هذا المكان، فاضطر اعمل ايه، شايف عصام انا ناجح مكان ناجح وماشي في طريقه وما ببصش عليه، هضطر ان انا اعمل ايه؟ هو عصام جاب الثروه دي من فين؟ هو فين يا عم جاب الحاجات دي؟ وعمال يعمل كده ورايح بيصيف في الحته الفلانيه وراكب مش عارف ايه، وابنه النهارده جاب عربيه، عاوز اقول لك ايه؟ هضطر ان انا اعمل ايه؟ هلجا الى اسلوب رخيص ان انا انال منه. مدى استيعاب الناس للكلام ده اللي هم قله هتاكدوا عندهم ايه الكلام ده ايه؟ بيتمتعوا بان هم نالوا منه، يرون في هذا يعني في هذا المنال الوهمي انه ده الانتصار، انه ده هو ده البطوله بالنسبه لهم، لانه هو ما عرفش في البطوله يعمل حاجه، هو في البطوله خسر كل حاجه فمش قادر يوصل للي انت وصلت له، فهضطر ان انا احاول ان انا احطمك ايه معنويا وطعا في تاريخك بصوره باخرى. هو شايف ان هو نجح في الكلام ده، هذه النقطه كانت في منتهى الخطوره كابتن اسلام، وكانت تحتاج الى وقفه، وكانت تحتاج الى ردع، وكانت تحتاج الى استخدام القانون رسميا لمحاسبه هؤلاء. قائمه باسماء لاعبين معروفين بالاسم داوموا واصروا ومشوا في طريق هم عارفينه، في الاخر يجي واحد يقول لك ايه، انا بعتذر ان انا غلطت وقلت اصل ضحك عليا، انا مش عارف مين خذلني وغرر بيا وعمل في الكلام ده غلط، اشعال الفتن انا مش يعني عاوز اقول لك ايه، انت اشترت في طريق وبعدين يقول لك ايه، والتعصب ويطل بوجه القبيح. يا جماعه مين المسؤول عن التعصب؟ مين اللي عمل ازمه للاهلي في ماتش الهلال السوداني وهو يرتع الان على الشاشات يدينا مسؤول في المبادئ والقيم؟ مين اللي عمل ازمه للاهلي في الترجي وزور خطاب وضرب النادي الاهلي وحط الاتوبيس يعني بتاعه في المباراه النهائيه امام الشيخ محمد؟ مين اللي حب يعمل وقيعه مع الوداد والرجاء وفي الاخر كان ومع الرجاء واصلا والكلام اللي هو ملوش حد يتحاسب؟ اي منطق يعني انت بتكلمني باي منطق؟ عشان كده بنقول يا جماعه هناك فارق كبير جدا، وما تحاولش تقرب وتقول انه في منافسه، ده ما فيش منافسه، عشان لا ما فيش منافسه، لا المنافسه في، لا في فريق عدى وراح في مرحله والاخرين يحاولون الحاق به بطرق اخرى. ايه هي الطرق الاخرى؟ ان انا احط في طريقك عقبات، ان انا اعمل لك مشكله. هل رايت في حياتك فريق الرجاء، فريق الرجاء المغربي راح حد من جمهوره وشجع الاهلي في ماتش الوداد؟ اطلاقا. هل رايت في حياتك فريق الترجي راح حد من النجم الساحلي وقف شجع؟
هل شفت حد اجرى اتصال ولا ضرب جواب وقال انه اصل الترجي جاب الحكم وعمل له وخلص والفيديو مش موجود يا جماعه ونعمل ليه؟ عايز اقول لك ايه، كانت مثل هذه المباريات الفاصله كاشفه للحاله اللي وصل ليها المجتمع عندنا، انه اصبحنا اضحوكه الاخرين، الكل بيتفرج علينا وبيضحك، ايه يا عم الناس بتعمل كده في نفسها ليه؟ لم يصل الامر انه يبقى في هذه المنافسه تصل لحد التقاتل، الى حد التجريح، الى حد ان انا اعرض حياتك للموت عشان ارضي، ويتكتب كلام في منتهى الخطوره ان انا ارضي غرور نفسي. انت ما قدرتش على الاهلي في الملعب، او هو كسبك او تفوق عليك بادارته بتاريخه بحاجات، انت واجد نفسك مش قادر تطوله، فتضطر انك انت تلجا لهذا الاسلوب وتستغل انه الاهلي مش هيرد عليك، لانه الاهلي زي ما بقولت يا جماعه الاهلي بيصير في طريق ما بيفكرش. لو انت رحت اتكلمت معايا حد مسؤول في الاهلي مش من النهارده، مش من الكابتن محمود الخطيب، ومن قبله المهندس محمود طاهر، ومن قبله الكابتن حسن حمدي، ورحمة الله صالح، كل الكلام ده هيقول لك ايه؟ مش هرد، انا هدفي ايه؟ ان انا اهتم بالناس. بيبصش وراه. بيبصش وراه. طيب اهتم بالناس. بما اننا بنتكلم في هذا، فانا بقول لك ايه؟ الاعلام المشهد خلاص يا كابتن اسلام. ثلاث ايام جايين، مباراه نهائي كاس زي اي نهائي كاس، اللي هيفوز هنقول له مبروك، واللي هيخسر له هارد لك. انا شايف انه الناس خلاص بدات تبص بعينيها اكتر دلوقتي. طبعا. خلي بالك. وهيبقى متشاف مين اللي هيسرب اخبار تحاول تنال من عزيمه فريق او تضره، مهم جدا متشافة. واعتقد انت عندك في اداره الاهلي واداره اعلامه هيبقى عنده هيراقب، مش هيشوف المشهد وهيبص ويشوف مين اللي هدفه انه ينشر اخبار تحاول تسيء او يظهر اخبار كذا كذا، لكن انا شايف كل الكلام ده ولا يعنيك ولا يعني الاهلي في شيء، انت مطالب في ال 90 دقيقه تثبت انك انت بتدافع عن بطولتك، تثبت انك انت تأدي بشرف وتأدي باخلاص، تستحق الارتداء، تستحق انك انت تفوز، انك انت تلعب مباراه برجوله، هذه المباريات تكسب ولا تلعب، في نهائيات انت مطالب انك انت تبقى كده، مطالب انك انت تستفيق، والاستفاقه من مين؟ من ال 11 راجل اللي هيبقوا في الملعب، غير كده مش هتقدر تعمل حاجه. مظبوط، كلام مظبوط. هطلع فاصل وبعد كده هاخد كلام او راي الاستاذ اسامه والاستاذ عصام في الثلاث ايام القادمه، لانها ثلاث ايام مهمه جدا الحقيقه، سواء او قبل مباراه نهائي الكاس. نطلع فاصل وبعد الفاصل راي الاستاذ اسامه والاستاذ عصام. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اسمع كلامك، اسمع رايك يا استاذ اسامه فيما يخص الثلاث ايام القادمه قبل هذه المباراه المهمه. هاخد من كلام اخويا محمود جمله مهمه جدا، قالها ان جمهور النادي الاهلي ادى الفرصه على السوشيال ميديا انه النادي يبقى اصبح مستباح من الاعلام، بمعنى من حقك كجمهور اهلاوي ان انت تنتقد فريقك، تنتقد ادارتك، مفيش حد فوق النقد. تمام، مفيش حد فوق النقد، ولا حتى الاعلاميين المنتمين للنادي الاهلي فوق النقد، ولا حق قناه الاهلي، ولا قناه النادي الاهلي، ولا مجله النادي الاهلي، ولا اي حاجه، واحنا كلنا عارفين الكلام ده كويس. ولكن في شعره مهمه جدا ما بين النقد والتجريح. سامع صبر الناس طال برضه، عشان انت دايما في وسط الجمهور. انا هقول لك اهو، انا هقول لك اهو، بس انا هاخد الموضوع حبه حبه. ففرق كبير ما بين النقد والتجريح، ان انا انتقد اللعيب اقول ان عنده اخطاء، انه عمل كذا، انه عمل، انه ما لعبش بروح، انه كان متخاذل، ان كان عنده رعونه، و و و كل ده مقبول. ولكن لما اوصل لمرحله ان اقول ده لعيب عالي واستخدم الفاظ على لعيب بيرتدي الفانيله الحمراء، ده مش مقبول. اللي بالك معظم الاكونتات دي، وانت ادرى مني وعارفين، كل الاساتذه عارفين هذا الكلام، ان معظم الاكونتس دي بتبقى مش اهلاويه. بغض النظر بغض النظر يا كابتن اسلام عن الموضوع، لكن انا 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 كاهلاوي، لا في اهلاويه. استاذ جمال ما بيشجعش الاهلي، عاوز امشي اتجاه، يعني عايز امشي اتجاه، فبخش ب 100 جمال مثلا، يعني مثلا. ايوه طبعا. يعني انا بعد المباراه، بعد مباراه امبارح، مع كل اغضب كما تشاء، دي رسالتي لكل جمهور الاهلي، اغضب زي ما انت عايز. ليه؟ لان انت خسرت بايدك، خسرت بايدك. انت مع كامل الاحترام للعيبه، لما خسرت من ماتش سموحه التمسنا لهم العذر، انك انت كان في روح، كان في قتال، كان في عدم توفيق، وصلت للجون 34 مره، لكن امبارح وصلت للجون مرتين. امبارح مفيش روح، حسسني ان انت عاوز تموت نفسك. فبالتالي انا اتقبل النقد من الجمهور طالما في الاطار ده. ولكن انت كمان كجمهور، لما اجي انا اقول لك ان انا انتقدت اللعيبه 1 2 3 4، ولكن لما اجي اقول لك ان اللعيبه دي غيرها
مفيش نادي في العالم لعب 100 كم مباراه كابتن؟ 175 سنتين في سنتين. ولما اقول لك 150 انا اسف في سنتين يعني 75 في 75 كل مباراه. ده معدل مش موجود في العالم. ليفربول اللي لعبه اللي لعب اكتر نادي في اوروبا لعب الكلام ده ما لعبش الكلام ده حاجه و60 تمام. فبالتالي انا لما اقول لك الكلام ده ولما اجي حتى كمان اكلمك على احنا متفقين ان احنا وحشين، لكن هل ان انا وحش ما اخدش حقي من العداله؟ هل ده هل ان انا وحش يبقى انا مش بطل؟ اه طبعا. اللعيبه دي الابطال، انا اسف جدا يعني الابطال اللعيبه دي تستحق. ايوه اللي هو بقى اللعيبه دي ان شاء الله هتفرحنا. التقييم اللحظي الانفعالي هو ده الخطر. التقييم اللحظي الانفعالي هو ده الخطر. بمعنى ايه؟ ان انا متنرفز اهدى، ما تكتبش رايك دلوقتي، اهدى شويه، اشرب قهوه، اشرب ليمون، اهدى شويه وبعدين عبر عن الكلام اللي انت عايز تقوله، طالما هيبقى في اطار ان انت مش هتدي الفرصه للاخرين الاعلام انه هيحس ان انت استبحت لعيبتك واستبحت ناديك. يعني أو ناس ان انت يأست او ان انت او ان انت من حقك تزعل. انا بقول لك ازعل، لان ده احنا مش متعودين على كده. النادي الاهلي عودنا على المكسب باستمرار، وحتى لو ما كسبتش ابقى اديت الواجب وكافحت ولعبت بشراسه ولعبت بروح قتاليه عاليه، لان دي اللي بتميزني. تمام. فبالتالي ازعل بس افرق بين التجريح والاساءه، لان في ناس كتير متربصين بيك. يعني امبارح مثلا اتكلمنا قلنا اللعيبه مقصره في 1 2 3 4، حتى المدرب رغم ان هو صعب جدا ان انت تحاسبه، ولكن قلنا ان في بعض التغييرات فيها نوع من التاخير، في بعض الحاجات فيها ديفوهات صغيره، ولكن مع كل ده لما اجي اقول ان الحكم كان ليه اخطاء مؤثره ما تقوليش بتعلق شماعه. لا يا سيدي، ده انا بقول لك ان الهدف الاولاني من فاول واضح وصريح على ايمن اشرف، لان فخري لاكاي حاطط ايده في ظهره كده، يعني دراعه كله زقه، مش بكلمك على اللعبه الثانيه، والمخرج ما عادهاش ولا مره من اللعبه دي. ده انت اي هدف للنادي الاهلي بيراجع الفار. عارف الفار بيعمل ايه؟ صح صح صح. لا الفار بيرجع لغايه لما يشوف محمد الشناوي وهو طالع من بيته كعب الحد ولا لا. مش ممكن يعني يا جماعه، والله العظيم ما ممكن. أو كسر على حد يا جماعه. ده انا بص، دي حاجه. الحاجه الثانيه ده جاب اللعبه من الاول. ايوه صح، مشيها ازاي؟ تخيل. ايوه ما هو دي المشكله. لكن انت الحكم ده ما اخدش ثانيتين. انت عرفت مين اللي كان قاعد على الفار فيها دي؟ ده متخصص على فكره. ايوه عارف طبعا. عارف كويس. للاسف الشديد يقول لك ضمير. قلت ان اسمه ضمير. اسمه ضمير. وبعدين تيجي في الدقيقه 47 احمد توفيق يرتكب جريمه، سيبك من الانفراد لان ما فيهاش الاعتبار السيطره بتاعت صلاح محسن، فياخد انذار بس ماشي. لكن بعدها بدقيقه واحده الدخله دي بتاعت حمدي فتحي اللي تكسر ركبته، المفروض ان دي فيها كارت احمر مباشر وحسبت الفاول. طب اديله انذار تاني يا اخي على الاقل، مشيها كده ذرا رماد في العيون، اديله انذار تاني. هيبقى طار. ما اسمعني، انت عاوز حكم اجنبي؟ ما هو ده اللي انا قلته مع اخر زور مع الكابتن اسلام. قلت ان اختيار مارك كلاتنبرج عليه علامه استفهام. ليه؟ لان الراجل ده كخبير تطوير ما نجحش لا في السعوديه ولا في اليونان، وبيجيب حكام اصحابه معروفين يديروا المباريات الصعبه، وهتلاقيهم كلهم هم اللي كانوا في السعوديه، هم اللي في اليونان، هم اللي هيجوا هنا مصر. عنده وكاله اللي هي بجد بقى بيقال عنده، بس هو في كل الاحوال هيبقى احسن. معلش بقى عشان بس مش هنلاقي ده، دي قصه ثانيه. احنا عايزين نتكلم في الاعلام. ده هيودينا. انا عايز اقول لك على حاجه. انا فعلا شفت بقى استخدام لاعبين كده. شفت بقى كابتن اسلام الحاجات اللي دي، هل شفت فيها حد اتكلم فيها؟ لا. هل حد تناول الكلام ده؟ لا. يا جماعه ده بيبقى فيه شك في مش عارف ايه للنادي المنافس، بنلاقي الدنيا كلها هايجه والدنيا كلها بتتكلم والدنيا كلها. ده الماتش فيوتشر 80% من الزملاء الاعزاء المنتمين للمعسكر الابيض قالوا انه فيوتشر مفوت عيني عينك كده قدام الناس كلها. حد زعلهم؟ حد قال لهم حاجه؟ عايز اقول لحضرتك حاجه بس يا استاذ اسامه، معلش بالنقطه دي تحديدا. انا بالنسبه لي هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد. بس هو ده اللي هو ده. يعني ايه؟ يعني انا عمري ما هطلع اتكلم بهذا الشكل اطلاقا. بس كمان هنا بقى نختلف. ليه؟ لانه هنا مطلوب التفنيد. ادونا يا عم كورنر كده نطلع 5 دقائق
نفند نفند في حاجه في فن الاعلام اسمه افند ما قاله الاخر والاخر، وانا عبرت لحضرتك عنها بمقاييس زمن كان الكل يتعلم. الاستاذ صبري سلامه هذا الرجل كان الكل ينهل منه في علمه وتدريسه، بالاضافه انه اعلامي غول رحمه الله عليه واذاعي يعني ملوش حل. حتى رؤساء الجمهوريات الى الاستاذ رئيس انور السادات رحمه الله كان يعلمهم فن مش اللغه ازاي يفند قل ولا تقل. ده لازم يا جماعه، ده لازم الاهلي يقف بتأدب ونبل. عندنا برنامج كامل بيستخدم او برنامجين تحديدا بيستخدم ملك وكتابه وخطه. ملك وكتابه وخطه، لا انا مش بتكلم على الخروج زي البرنامج طبعا ملك وكتابه وخطه، انا قصدي ايه ده تبقى حاجه كده مع كل اشاره جديده، لانه ده عايز يبقى يوم يا اسامه. طبعا ده مجرد اقتراح من كتر زي الناس. كل ده انا نقدر نقولها، لكن يعني انا بتكلم على الموضوعات دي عندنا ولا برنامج تحديدا. بقول لك دي عايزه حاجه دي زياده وثلاثه. هي الازمه حاجه غريبه جدا يعني. الازمه عارف يا استاذ عصام ممكن نعمل ايه المتاح. انا عشان كده انا حصرتها لك، لان انا عارف بقيه الزملاء بيعملوا ايه. انا حصرتها لك في دقيقتين، اللي هو حدث مين اللي طالع دلوقتي اسلام قالوا كذا فورا. بس خلي بالك قناه الاهلي بتعمل كده تحديدا، بس مش بالمعنى. لا انا ما اقصدش بالمعنى ده يعني. لا انا قصدي اقول لك ده فقره رئيسيه، قل ولا تقل. ده النادي الاهلي بيطرحها مش في قضايا هو بس، في اي شيء ملتبس على الناس، مش لازم يكون مزبوط. من اجل لعبه او ضرب الجزاء. تمام. الاهلي مش شكاك. حلو جدا، هنكمل كلامنا في النقطه دي، لكن كملها يا استاذ اسامه عشان علشان انقل من الموضوع دوت ونقفل. هل حد تناول الحاجات دي خالص اطلاقا؟ طيب هل حد تناول في الاعلام مشكلة اللي بتحصل ان جمهور الاهلي ليه قليل في المباريات، وليه جمهور الاهلي الوحيد اللي لما بيدخل على موقع تذكرتي بيبقى بعد نص ساعة بتخلص التذاكر؟ لما كتبت الكلام ده احد الزملاء من اللي شغالين في تذكرتي قال لي في توضيح. قال لي ايه؟ قال لي ان الموضوع بتاع تذكرتي ان جمهور الاهلي بيحصل اقبال رهيب وبيحجز كل التذاكر، لكن بتحصل مشكلة انه لما بعد ما بيحجز التذكرة ما بيروحش الملعب. انا عايز اسال سؤال. انا طبعا نزلت له توضيحه تماما لان المهنيه تقتضي الكلام ده. انا رحت كاتب توضيح على التغريده هي في نفس التغريده، قلت الزميل فلان فلان اتصل بيا وقال لي 1 2 3 4. لكن خليني اسال بمنتهى المنطقيه برضو، واحد بيحجز تذكره ب 100 ولا 150؟ 150 هيحجزها عشان ما يروحش يعني. ليه انا حتى لما بشوف الكادر ما بشوفهوش يوضح لي هنا قد ايه وهنا قد ايه؟ يعني دي حاجات كلها بتخليك انت لازم ناخد بالنا منها طبعا. وتحط طبعاً لك علامه استفهام. لا يا سيدي، اعمل لي منتهى الشفافيه. انت اعرض لي الحاجات بتاعت حضرتك، قول لي اتحجز كذا 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 واسماء الناس اهي، فيها مشكله واحنا نعرف مين اللي راح ولا مين اللي ما راحش. لكن بتخلص ليه هنا بسرعه وهنا ما بتخلصش بسرعه؟ ده الكلام. هل حد تناول الكلام دوت في الميديا؟ ما دي مشكله كبيره، ما دي مش مشكله صغيره. فهو ده اللي انا بتكلم عليه، فين ميزان العداله في تناول القضايا هنا وهنا؟ كل المطلوب في المرحله الجايه ان انت تراجع ضميرك وتعرف ان دي رساله، ان دي رساله هتتحاسب عليها، مش في الحياه بس، هتحاسب عليها في الاخره. انا راجل واضح وصريح، انا راجل اهلاوي وطول عمري من ساعه ما نقول من وانا لسه بقول تاتا تاتا في مجال الصحافه اشتغلت في مجله الاهلي واضح وصريح. لكن هل عمري اسات للمنافس اطلاقا؟ ولا حتى اتحولت ان انا بصدر له مشاكل؟ ده انا في طول الوقت رد فعل، انا في مرحله الدفاع طول الوقت، انا بدافع وبصحح. خلينا نتكلم بشكل عام احسن يعني، لان احنا الحقيقه الفتره دي انا كل اللي يهمني خلال هذه الفتره استاذ اسامه الاجواء القادمه ان يكون هناك عداله في توزيع الاخبار علشان على الجميع، ودي على موجوده اتمنى ان هي تفضل، علشان ما يحصلش الاحتقان اللي احنا خايفين منه. بالظبط كده. ليه؟ لان زي ما حضراتكم بتقولوا لو كان الجمهور 1000 ولا 2000 ولا 3 ولا 4 احنا عايزينه 100. ايوه هو بهذا الشكل. لو حضرتك
اي سواء تلفزيون او راديو او جورنال او موقع او اي حاجه لو تناول الموضوع بشكل محايد، خمس دقائق خمس دقائق، ثلاث دقائق ثلاث دقائق، سطر سطر، بس كده كابتن، بس كده كابتن، بشكل موضوعي، مش بس كده كابتن. اذا كان الحوار ما انا هاجي لك يا استاذ عصام التشكيل طب اتفضل. لا ما هو ده سؤالي بقى لحضرتك، الثلاث ايام دول ازاي؟ اذا كان الحوار عن التشكيل يبقى بيقول التشكيلين، اذا كان الحوار عن المصابين عليه ان يذهب فورا للجهاز او عبر المعدين ويطلب مين عندك مصابين. طب ده ما قالش يقول لقد توجهنا اليهم ولم يجيبونا، يعني فمعلوماتنا بتقول اسلام وعصام، لكن اسامه وجمال ومحمود سلام. لابد من مراد دي الحرفيه الحقيقيه وده الاحترام الحقيقي. هيتكلم عن الحكام، يتكلم عن الحكام بسيفهم وبس، على الاقل لغايه ما الماتش يتلعب. هيتكلم عن عدد الجمهور، يتكلم ان المتاح يا جماعه 1000 هنا و1000 هنا او 100 هنا و100 هنا، وعلى الساده الذين باعوا التذاكر انهم يقولوا لنا كيف بيعت، بلاش كيف، هل انتهت تذاكر الاهلي وهل انتهت تذاكر الزمالك، كل حاجه هات لنا منها اثنين، كل حاجه هات لنا منها اثنين بوضوح شديد. وعلى المسؤولين في الاجهزه بقى، المجلس الاعلى للاعلام وكذا، مراعاه هذه التوقيتات وبدقه، عشان الثلاث ايام دول ممكن يبقوا نموذج رفيع جدا. ومن ناحيه ثانيه عشان الاحتقان، لازم موضوع الجمهور ده لانه مهم، الناس فعلا صبرها كان طال. لكن انت قلت حاجه مهمه جدا وزملائهم، يعني يا جماعه بيقولوا لكم كلام يقينا، ما لديك الان هو ان تكون داعم للنادي الاهلي. النادي الاهلي خلي بالك في لجان شغاله وفي سكوادات بيتبص عليها، لكن دول رجالتك، دول زي ما قال اسامه اللي فرحوك قبل كده، دول اللي كسبوا. كون فكره نقل من الى دي اللي حاصله، ده ما يهزكش، ده ما يعوركش. الموضوع على طول في النادي الاهلي ان الموضوع قدامك، لكن ما بيطلعش حد يقول لك عملنا وسوينا الا لما يكون الموضوع جاهز. في بس رساله من الجمهور فعلا، انه الناس محتاجه، انه النادي لو يستطيع تنظيم فكره اللي قالها اسامه ان الجمهور يذهب، ولو يعني هو اللي بقى مسؤول عن الباصات وكذا، وكان بيقولوا كانت بتحصل في النادي الاهلي قبل اي حد، حتى لو برسم المواصلات نفسها، لانه كده كده هيشتري التذكره. عايزين هم نوع من ما يحدث، لانه لاحظوا ان المنافس بيذهب في باصات باي دي كاردو بتذكرته. هم بيطلبوا دراسه الامر ده من اللجان العامله في النادي الاهلي الاجتماعيه واللجان الاخرى، يعني أوكي. ده مهم جدا. تاني بس اعيد واذكر عشان الزملاء وفوها الحقيقه، الحياد فيما هو قادم والثلاث ايام تحديدا مهم جدا. اذا كان هناك من يحترم فكره يا استاذ يا كابتن حضرتك اللي بتتقال لنا في الشوارع، ودي نعمه من عند ربنا، والا فالحقيقه يعني سنخرج جميعا مش بس للدفاع عن النادي الاهلي، الدفاع عن قيمه اسمها المهنيه ومراعاه الضمائر، لانه في شباب 14 سنه وانت نازل مش وانت طالع هيبقوا في كارثه حقيقيه، بيصدقوك وبيسمعوا كلامك. اتقي الله فيهم. مش هقول لك بقى زي الناس بيقول لك اعتبر اولادك ولا اخواتك الصغارين، اعتبر ان انت في رساله، في رساله ربنا هيحاسبك عليها. زي ما بنقول للحكام انتوا قضاه، وحتى الان اغلبهم مش مصدق انه قاضي فعلا زي القاضي بتاع العداله معصوبه العينين. انت كمان راجل بتشكل جزء من وجدان المجتمع وجزء من ضمير الأمة. إذا لم تكن حاضر في الميعاد خلاص، نعدك على الأقل المجموعة دي وعندنا أصدقائنا وزمايلنا كتير وعلى فكرة بألوان أخرى، لا هنطلع إحنا بقى يعني في حالة وقائية كده، ونعمل يعني ما يمكن أن يكون حقيقي فيما هو قادم إن شاء الله. يعني يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ جمال على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا يا استاذ محمود على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا استاذ اسامه على وجودك معانا، شكرا جزيلا. كل سنه وحضراتكم طيبين. اتمنى ان يتم اتباع ما اي حاجه قلناها خلال هذه الجلسه الجميله، اتمنى ان ده يحصل خلال الثلاث ايام القادمه. كل ما نريده هو العداله حتى في الاخبار، بمعنى ان الاخبار هنا زي الاخبار هنا. أتمنى أن ده يحصل، لأنه في الآخر أنا أعتقد أن لو جمهور النادي الأهلي شاف هذه العدالة هيبقى مستريح من جواه. أي حد هيشوف العدالة هيعمل كل ما هو، مش هيعمل حاجة غير أنه يشجع فريقه، وجهة نظري مش هيعمل حاجة غير أنه يشجع فريقه بس، بما أنه بيشوف العدالة
على جميع المستويات. هيبص في فريقه، كل واحد يبص في فريقه. بدل هيبص في مراته هيبص في فريقه. فأنا بشكركم جدا طبعا على هذا التناول الرائع من حضراتكم لهذه القضية المهمة جدا، وسنظل دائما نكمل هذه القضية، وسنظل دائما نتبع مبادئ النادي الأهلي وأخلاق النادي الأهلي. عمرنا ما هنتكلم بأخلاق أخرى، ولكن هنتكلم بمبادئ وأخلاق النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله بكرة حلقة جديدة من البيت الكبير.